هلا والله شباب، يعطيكم العافيه، معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه رقم 17 من لعبه ريزيدنت ايفل فيليج. ولا تقبل ما نبدا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب. والله يعطيكم العافيه على دعمكم بالحلقات الماضيه. شكرا 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 لكم من كل قلبي. انا صراحه دعمكم جدا جميل، فمن كل قلبي شكرا لكم. اتمنى توصلون دعمكم الجميل. خلونا نكمل باللعبه الاسطوريه ذي، بسم الله. طيب خلونا نكمل. اخر مره وقفنا هنا اخوان، طحنا من فوق، عارفين هايزنبرغ رمانا من فوق لين هنا. فهو من الحلقة الماضية يقول لي اهرب من المصنع، ما ادري ممكن خلاص هذا هو المخرج، بس خلينا نشوف هنا في شيء. لا لا خلاص ما في شيء، هذا احنا نطلع. فالحلقة الماضية عارفين هايزنبرغ شكله كذا قلب كانه وحش، عارفين هو عنده زي القوة الخارقة يجمع الحديد وكذا، فجمع حديد كثير فصار كانه زعيم عملاق. فما ادري صراحة، الله يستر عليه، مرة جامد ما راح نواجهه. I told you to leave it alone, Ethan. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. كيف كذا؟ انا قل لي عقله انه كريس كان راح يشرح لنا كل شيء. ما ادري ما اقدر اتحرك، انا جالس. كيف اشوف الحين؟ In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this, and do me a favor. Try to stay under the radar. اوكي اخوان، زي ما شفتوا اللي ماتت بالحلقه الاولى هذيك كان على بال انها مية، بس لكن طلعت ما هي مية صراحه. كان عندي توقع فرقه الذئاب المفترسه تم الانتهاء من تفتيش المصنع، لا يوجد اي ادله تخص صله مع المنظمه، ربما لم يكن هذا يوم حظنه. استطعت الحصول على وثائق تكشف بعض تجارب ميراندا والتي تدعم نظرياتنا السابقه بأنها أصابت نفسها بالفطريات. أعتقد تكلم عن اللي هي ميراندا تخفت على هيئة مية. شايفين هي ميراندا بنت الذين اللي تخفت كذا على شكل مية، والله ما أدري كيف صراحة، بل عندها زي القوة الخارقة وكذا. فشايفين كريس صراحة طلع يعني ما هو شخص سيء، ما هو شرير، يعني شايفين كيف قاعد يساعدنا وكذا. فطلع يعني مو هو يعني المسؤول. هذا الحين باين إنه لازم نركب خلونا نقول الدبابة دي، صراحة مرة شكلها رهيب. ما ادري صراحة ممكن نواجه فيها زبيرك، خلنا نشوف. ما
metal polymer composite, huh? Time to fight fire with fire. I'm coming, Rose. يا سلام. نشوف كذا. اه احنا مصعد. كان بالبوابة لازم نخترقها. يا سلام شوف المشاركة. والله مرة صراحة رهيب الدبابة دي. اوه والله مرة صراحة رهيبة. اوكي كبل المدفع. حلو حلو. الله يعين اللي راح يجي قدامنا. انديه. يا سلام. اوه مشكلة ضرباته صراحة من كيف تجنبها. يا ساتر. خلنا نرجع لهنا. خلنا نديب المدفع. نايس الحمد لله سوينا الضره. المشكله لما اقرب صراحه ما ادري ممكن اشرد كذا وارجع لهنا. اوكي خلنا نديه. يا ساتر الله ياخذه. طب خلنا نرجع لورا. بين المدافع هي الوحيده تسوي ضره ممكن. والله نفسي صراحة كمان ادي بالمنشار بس اعتقد انها حاجة سهلة. اتس اتس. طب متى حيستخدم المدفع؟ ديه صدقوني قاعد نسوي ضرر. اتس اتس اتس. والله يا بطيء الدباب اللي معايا. يا ساتر والله ما ادري اشرد. لا ما جت فيه. والله ما ادري ايش قاعد يلف ذحين. خلنا نرجع لهنا. والله ضربات الصراحه ما ادري كيف اتجنبها. خلنا بس اعرف كم طريق عليه كذا. صدقوني قربنا ننهيه. يا ساتر والله ما ادري ايش بيلف. حيو قاعد تسحبني. يا سلام ان شاء الله انا هنا كذا. لا تبغى نغش بالاسلحه حقتها تمزح حتى. نرجع لهنا. طب طارق تعال على خير. والله ما جينا يبغون وجهه كذا. لا خلنا نسوي اسعافات. خلنا نعالج نفسي. والله اعتقد يبغى له فين قذف القنابل. هيا هيا نحط السلاح الرهيب ذا. يا ساتر اديه. يا سلام. اوكي اوكي الان تمام. يا سلام سلم ان شاء الله هنا. ودي واحده كمان. لا والله لسه. خلنا نشوف بدنا نسوي. الحمد لله بدنا نسوي من السلاح الرهيب ذا. لا والله لازم ندي كمان. طب طب الحين بسحبني. You
السلام، ان شاء الله خلاص كذا هنا. Ethan, I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Miranda. Enough. Remember Evelyn and her power over the mole? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from you. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come on and face me! Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. I've waited so long. But dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Captain, I've confirmed the death of Ethan Winters. I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen, and I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end?
that, sir? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. We'll get her, Captain. The squad's ready for you. So BSAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, it doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Okay. K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that. I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. When was it last? The desert? Dude, recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard she turn herself into Mia, though. Taking 5 shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. يا اخوان بيد راح نلعب بكريس بس راح شفته كيف في 3 مود يعني خسارة صراحة بس لسه يعني باقي لنا ماذر مراد لازم نقضي عليها باي راح نقضي عليها ان شاء الله اللي هو كريس اللعب صراحة قلبت كنا كل فيديوتي فين كيه Looks pretty rough down there. How are you planning on reaching the objective? First, we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. Everyone watch for hostile bioweapons. والله ما ادري صراحة ذيك كيف نحطمها. ونحكم الساعة تحت. مرة بلعب على السلاح رهيب. Made contact with a group of hostile bioweapons. نايس مطرقة واحدة تمزح انت. حلو حلو. خش فش معاه كمان. يا سلام شو الشيء ذا؟ اوكي قنبلة يدوية رصد الاهداف شو يطلع بس خلينا نشوف نجرب القنابل يا سلام خلينا نشوف السلاح ذا والله مرة سلاح رهيبة كريس والله اسلحته صدقوا مره مره هي حتى الام فيها مره سهل BSAA craft spotted two guards حلو حلو بدون شذي don't get cocky ما ادري قاعد ادق انه ابغى الخريطه بشوف لك كل شيء ازرق ما يمدي لي الحين مع كريس ما في شيء اسمه الخريطه ونكمل على هنا طيب ما ادري الشيء ان شاء الله ما تهجم علينا احنا قد شفناه قبل كذا الاشجار دي اللي تتحرك كذا فينهم فينهم طيب طيب ايش اسوي معاه؟ خلينا نجرب القرابل ذي ما ادري صراحه ايش راح تسوي والله ما اظن اسوي ضرر اوه طيب خلدي كذا ديه حلو حلو ايش راح تجي فيه؟ ونعشك didn't expect to see the BSAA going so far. They had eyes on Miranda too. Probably felt they needed to intervene. شوف القرية كيف صار شكلها. يا ساتر. طيب تبغى نكمل؟ Hey boss, it's me. I'm at the location preparing for support fire. Might be a minute. Roger. خلنا ناخذ البخير وكذا. Leaving some supplies in the house, Captain. والله لعب سر مره كريم على النهايه عرفت كيف؟ ما شاء الله مره ظبطونا بالذخيره ندخل هنا اوه بسم الله العب الشيطان والله مره رهيب الصراحه عرفت كيف؟ كشاف ذا بس ما ادري ما في شيء هنا والله صراحه لو جزء كامل كذا بكريس صدقوني حيكون شيء مره رهيب نكمل دحين you
طيب من هنا ما بدي اروح، اعتقد لازم نطلع من هنا. ما بدي اطلع من هنا، انا شبان جيت من هنا. والله ما ادري كنه هذه الاشياء ما ادري اطلق عليها، والله ما اظن. اجمع الكوخ ذا، اوكي اوكي. والله سلاح مرة رهيب. أمبرايز، I need some backup. ما في شيء، لا 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 خلاص. اوه خديه. طب 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 لسه في وحوش. خلاص خلاص خلنا نكمل. صراحة نفسي اجرب ال مدري السكينة دي، احسها رهيبة. بس خليني اشوف شكلها. والله توقعت ان هي بس لكن دول لازم لهم قنابل. بدهم القنابل ذي. يا سلام. بس ما اظن انهم ماتوا. يو هيا. اوكي هذا خلوني اجرب معلم. كيف السكينة صراحة بشوف الضرر تسويه. بس خلاص مات. مرة عجبني شكله صراحة رهيب. اوه. طيب طيب خلينا نحط القنابل. والله قربت بزياده انا. واحده كمان ان شاء الله مات خلاص. والله كثيرين. خلينا نحط من القنبله ذي. يا سلام الحمد لله نهناهم. الحين والله مره كثير الله ياخذهم. اسمع لكم ما شاء الله الرصاص اللي معنا كيف كثير. اي يا اخي انت اللي طلعت فوق، والله ما كنت ابغى اطلع فوق. كل واحد كمان هنا. لا هذول ما يخلصوا. Marking the target. يا سلام. اوه والله مرشي رهيب. هنصور التارجت كذا الهدف. نايس والله مرشي حلو. Reloading now. Just a minute. اوكي فين فين ذا؟ لا. طب خلنا نرجع لورا. ما ياخذكم خلنا نرجع لورا بس. اديهم القنبلة ذي. ان شاء الله كلهم ماتوا. لا كنت قريب اموت. ها استنى شي ذا يذوب يا حبيبي. يرجع لورا. اي جت دفعه جديده الله ياخذهم. والله لو كنا قاعدين نلعب بيثن عارفين بالاسلحه ذيك حقتنا صدقوني ما كنت ما اعتقد اني كنت راح اقدر اقضى عليهم كلهم. خلاص بلاقي نقدر نعدي الحين. Is the target locator working? How many are there? Everyone okay? They're coming from the mold. There's no end to them. اتفقنا من العفن والله ما ادري من هنا ممكن. والله ما اظن اعدي اللعبة تبغاني ابقى هنا باين. ايييييه خلنا نرجع لورا، انا شكلي حموت هنا. مشكلة في ذخيرة وراك المفروض راح اخذها ممكن. ياه. طب طب نهاية خلنا نشوف في ذخيرة هنا. لا والله فيه. اوه في حد قاعد يطلق علينا. انا عشق بس. المفروض اجيبه من هنا عارفين. سكن خاص ما عليكم، كل باقي سكن واحد. ان شاء الله خلاص. لا كل ما بدنا نعدي الحين. No target yet. Please don't tell me the locator's busted. لا. طب طب تعال تعال الحقوني الحقوني. الحقوني الملاعين الحقوني. اوكي يبي يثبت لي هنا. الو الحمد لله جت فيهم.
ادري كل لازم اسوي كذا، اعتقد لازم اسوي كذا. كيف كل مره اقتلهم الوحوش ذي؟ لا والله الجيد الحين مره جامدين. اعتقد كل مره اقتلهم لازم اسوي بالليزر، عارفين؟ اهم اعداء. هيا هيا تطلع، خلينا نحط شارد راح يموتوا كلهم. اي والله مطول، بس والله ما لي الا نكمل. الحمد لله. يا سلام، الحمد لله خلصت. الحمد لله عندي. اعتقد لازم نزعل تحت. I found a way down. I'm going in. The rest of you stay back. Captain, I compared the mold in the village with a sample from the bakers and there's no sign of the genome editing we saw in the E-series. The stuff originated here. عرفت كل شيء. الحمد لله ضبطوا البرصاص. بل لسه في وحوش، وحوش كثير راح نواجهها، او ممكن مرندا يعني راح نواجهها الحين. فين ذا؟ فين؟ اعتقد الوحش الضخم ذاك. فيه مشكلة، ادري كيف جنب ضربته. طيب طيب لازم نبقى لما يجيب لنا اللي هو الحبل. والله مساحة مرة صغيرة، انا ما ادري كيف تجرب ضرباتك دحين. طيب طيب ما عليكم، اقدر علي ان شاء الله. والله اعتقد الضربة الواحدة منهم راح تنهينا. طيب خلوه ينقص. ينقص. خرد على الدير. والله ما ادري ممكن يقعد يسوي ضرر. رجع لهنا. لا والله ما ادري ايش لازم تسوي مع الشيء ذا. اترك الشيء ما ادري احطه الحين. خلونا نحط عليه، ممكن يطلق عليه. ان شاء الله انه كذا. الحمد لله. ها كل مرة لازم نسوي كذا. الله يقول مات. الحمد لله. يا ساتر مواجهته. كانت مرة معقدة. انا قلت عقلي بجيب حبل كذا ونطلع لفوق. طيب الحمد لله نكمل. نكمل على هنا. صراحة اللعبة والله إبداع. Alpha to squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. We didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him.
خسارة صراحة يتلم مسكين، وأكثر واحد أكلها على راسه الحين، كان على باله إنه مية ماتت. خسارة صراحة. This must be Miranda's lab. اوكي هالشيء باين هنا كانت تألف الأشياء ميراندا وكذا. هذا مين هذا؟ كأنه يوثن والله ما أدري ايش مكتوب ورا. أشوف ايش مكتوب هنا. إذا ميراندا اعتذر عن عدم مقابلتك شخصيا، أريد أن أزور قريتك الغريبة مرة أخرى ولكنني مشغول جدا، ولكن لا أتوقع أن أتذكر امرأة خالدة مثلك. طالب الطب الفقير المحتضر في الجليد، والله ما أدري إذا عز إنه مين. التلميذ كان عندها ممكن وزيل اسمه ما ادري صراحة من طلع. Spencer here. No way. هذا بين الوحش مورو لما حولته. نشوف هنا كادو، هذا شفناه كان مع مورو الوحش ذاك. So they're using this to control the bioweapons. هذي مين ذي؟ هذي كنا الحرمة ذيك اللي كانت تتحكم بالدمية. ما أدري صراحة. نفتش كمان. شوف هنا داخل شوف الصور. هذي ممكن البنت الجزء السابع، عارفين ذيك البنت الشريرة كأنها هي، نسيت اسمها صراحة. ما ادري ممكن كانها البنت الصغيرة وهنا كبرت ممكن، والله ما ادري ممكن. لا 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 ما هي. اوكي اخر واحدة على اليمين مية. اوكي اوكي. يا ساتر. طب خلاص خلينا نطلع من هنا ان شاء الله ما فوت شي ورا. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. She's doing, she's staying put. God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait! You can't leave me here. You promised, damn it! You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything! And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is... gone. I couldn't save him, but I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead.
I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but... You don't understand how special he is. What's going on? يا ساتر يثن ذا بسبع روح ما يموت. ما ادري صراحه ممكن لسه ما مات وممكن تخيل والله ما ادري صراحه عن اللعبه صرت ما اعرف صراحه مين مات ومين ما مات. How did I get here? God, freeze. This shit in my body. You're so dumb. Evelyn, how are you here? You're dead. Dead? I mean, Miranda. She... No. I still have to save Rose. Wrong! It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Remember? والله البيت اللي بزده في 7 أفضل شخصية عنده بزده في 7 اللي هو الأب. The Baker House. You were murdered by Jack. You died there 3 years ago. That's impossible. No way. You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! What am I? I did all that. Rose. Mia. I... Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Family. Family. No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose.
At last, he awakes. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to be. I gotta go. طب اخوان خلونا الحين ننهي اللعبة. خلونا بسوي لكم ايش يقول استرجع روز من ميراندا. خلونا الحين ناخذ الذخيرة دي. بعدين الحين راح نواجه اللي هي مطر ميراندا. بس لكن قبل ما نروح خلينا نشوف البياع ايش عنده. خلينا نشوف بدل الامدادات. وهذه ذا مسدد يزيد كثير من قوة اطلاق النار. والله ما ادري صراحة ما راح يصب. ما معايا القطع ذيك، ما معايا، عارفين اللي نشتري فيها. خلاص ان شاء الله حنكون تمام. والله ما ادري صراحة ممكن بيشتري لي شوية اسعافات. الاسلحة صراحة اشوف ما لها داعي اني اقويها. والله ما ادري بما انه اخر مرة راح ممكن نشوف اللي هو البياع، عارفين؟ خلونا نبيع كل شيء. خلي اللحم، عارفين كيف؟ ما راح استفيد بعده. القفل ده خلونا نخليه كمان. فزي ما اقول لكم الحين باينه خلاص نهاية اللعبة. صراحة خسارة يعني من اجمل العاب والله لعبتها. خلونا نقوي اللي هو والله هذا السلاح بدنا نقوي كمان زيادة. خلونا نقوي السلاح ده، صراحة جبت الحلقة الماضية مرة رهيب. خلونا نقوي السلاح ده على آخر شيء. اوكي. خلونا نقوي كمان السنايبر على آخر شيء. خلونا كمان نقوي السلاح ده مديلي. خلاص والله ما يمديلي. ان شاء الله خلاص كذا ضربت تمام، ان شاء الله راح نقدر عليها. فخلونا الحين نروح يا اخوان. Be well. Thanks. أشوف بس أعتقد في أشياء هنا. والله اللعبة مرة قاعد تظبط. بعد الحين عندنا مواجهة احنا مطر ميراندا ما راح تكون سهلة، بس إن شاء الله راح نقدر عليها. صراحة الحلقة الماضية كان على بالي أنا إنه فين كيف؟ كان على بالي إنه يبقى الطريق من هنا. إنه إيثن مات. بس لكن زي ما انتم شايفين احنا قاعدين نلعب بيتهم ف يعني ما مات الحمد لله. نروح من هنا بين الطريق من هنا. نفس اجري صراحة بس ما اقدر. خليني اعشق من دحين. يا سلام. السلاح ذا صراحة جبناه الحلقة الماضية اعتقد. مرة رهيب. ضرر السوية ما شاء الله مرة كبير. لا. كان عندنا وحوش. ننهيهم. طب الحمد لله احمد نجري. والله صراحة نفسي ما ضيع الذخيرة بس خلاص ما عليكم. اصلا هم قدامي لازم ننهيهم. اوكي خلنا ندخل الحين هنا. My beautiful daughter. Come to me. Eva, is that you? Oh, how I've missed you.
What? My power is leaving me! Rose! Miranda! Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me! Now! You will see. Once I kill you properly, Get her, now! Let go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled! No. Rose is mine! What the fuck? You fulfilled. Okay, but the Tremor has Pantia. You destroyed my false والله ما ادري ايش بتالف ترى خلنا نجي عليه هنا الله يستر I assure you I'll provide her with true كمان احنا في الثاني ممكن صرت اقوى مش كضربات صراحه ما ادري كيف اتجنبها خلنا نشوف كم بنرميها والله ما ادري اللغه ما اظن ينفع معاها خلنا نجرب السلاح ذا هلو الحمد لله معي كمان رصاص كثير من السلاح ذا حلو 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 الحمد لله قاعد تسوي ضرر اوه نروح نجي على هنا ديها كمان ايثن يا سلام وحوش بتألف دحين والله ما اظن قاعد تسوي ضرر كذا والله ما ادري ايش بتسوي اوه طق على الشيء ذا حلو الحمد لله تعتقد فرصتي ودي مساحة طيب ذا اعتقد كذا احنا فسد ثاني طيب ايش الظلام ذا كذا هي اوه ترى ما جانا شيء والله ما ادري كيف تطلع هلو يا سلام هلو هلو ايش الاشياء ذي طيب هذا لازم اطلق عليه يا ساتر تقريبا زي البركان يا الله طيب خلنا نحط السلاح الرهيب ده ولا الصحيح حقت راح فيها طيب خلنا نحط افضل سلاح ناخذ بخيره خساره بس طلقتها معايا هذا الشيء اعتقد لازم اطلق عليها اوه اخذ هذا الرد سوي كبير خلنا نرجع لورا يا سلام طيب طيب لازم اطلق عليها يا سلام ان شاء الله انها هنا كذا راح اخذ كيموت وريحينا ان شاء الله كذا ماتت
Rose! It's all right, Rose. It's all right. Ethan! Ethan! Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up. Oh, no. Chris. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Ethan. Go! Go! Take us up now! Wait! Where's Ethan? Get moving. We have to get clear. No! We can't go! Not without my husband! Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris, what have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ.
Someone's gotta pay. Think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like a kid. I think it does. Hey, Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. يا اخوان قد وصلنا نهاية لعبة Resident Evil Village. صراحة اجمل جزء من اجزاء لعبة Resident Evil يعني قد لعبته. يعني صراحة اللعبة كانت ابداع بمعنى الكلمة. زي ما شفت النهاية شفنا بالبداية انه ايثن يموت. يعني صراحة شيء محزن. عاد اكيد مات هذه المرة. صدقوا انا شفته كيف بنته اللي هي روز شفته كيف كبرت ما شاء الله وزارته بالقبر. فباين انه هو مات. وزي ما شفته كمان مكتوب انه انتهى يعني دور الاب وقصة الاب. اعتقد انه الجزء التاسع لما راح ينزل ان شاء الله بالمستقبل راح نلعب اللي هي روز. راح تكون هي بطلة الجزء التاسع. ما ادري ممكن تنتقم لابوها او شيء زي كذا. فصراحه شيء مره حلو. اللعبه كانت جدا جدا جميله صراحه. ابداع بمعنى الكلمه. يعني القلعه والقريه والزعماء كلها صراحه اللعبه كانت على بعض يعني ما شاء الله. ابداع بمعنى الكلمه. الحمد لله ختمناها. يعني اتمنى ان كنت خفيف عليكم. اتمنى السلسله نالت اعجابكم. واتمنى يا اخوان ما تحرموني من دعمكم وضغطكم على زر اللايك والسبسكرايب. انا باذن الله راح ابدا قريب باضافات لعبه اساس كريد فالهالا. انتظروا مني اضافات لعبه اساس كريد راح العبها قريب. بس هكذا خاص Resident Evil Village ختمناه الحمد لله. إذا جات إضافات بالمستقبل لعبة Resident Evil Village وأعتقد راح تيجي تضرب مني كمان راح ألعبه. في أكثر من مود كمان لعبة Resident Evil Village إن شاء الله كمان راح ألعبه. بس كذا خلاص وصلنا نهاية القصة ختمناه الحمد لله. أتمنى اللعبة نالت إعجابكم. أنا بإذن الله أخوان أشوفكم في سلسلات قادمة وفي ألعاب قادمة. كان معكم أخوكم عبد العزيز. في أمان الله أشوفكم على خير.